بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي من أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في لقاء سابق عند الرابع مما اختصت به الهمزة. يقول الهمزة دي أصل أدوات الاستفهام، ولهذا اختصت بأمور. الشيخ ذكر ثلاثة وهذا هو الرابع. الرابع تمام التصدير. تمام يا أولادي؟ ليه التصدير؟ الاستفهام يا مولانا له صدر الكلام. الاستفهام أو ألفاظ الاستفهام لها الصدارة، يعني لا يجوز أن تتأخر. وقد وضح ابن الشجري سبب ذلك فقال في أماليه: والاستفهام يقع صدر الجملة، يعني الصدر، يعني في أول جملة، وإنما لزم تصديره لأنك لو أخرته تناقض كلامك. فلو قلت جلس زيد أين، خرج محمد متى، جعلت أول كلامك جملة خبرية ثم نقضت الخبر بالاستفهام. عشان كده ألفاظ الاستفهام لها هي الصدارة، لأن لو أخرت المعنى يتغير. كلام واضح؟ صحيح. يعني مثلا لو قلنا مثلا مثلا جلس ضياء، أقول أين؟ لما قلت جلس ضياء أخبرت بأنك أنت قد جلست، ولما قلت أين يبقى استفهمت، والاستفهام ينقض الخبر. فعشان كده قالوا إيه؟ فلذلك أقول الرابع تمام التصدير بدليلين: أحدهما أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب كما يذكر غيرها، لا تقول أقام زيد أم أقعد، وتقول أم هل قعد. في عندنا يا شيخنا أم متصلة وفي أم للإضراب يسموها أم منقطعة، كيف نفرق بينهما؟ أم المتصلة سميت متصلة لأن ما قبلها لا يستغني عما بعدها، وتكون في موضعين: أن تسبق بهمزة التسوية، أقول سواء علي أقعدت أم قمت، يعني الأمر سيان، يعني سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، دي اسمها همزة إيه؟ يعني إيه؟ يعني إنذارك وعدمه سواء، دي اسمها أم المتصلة، لأن ما قبلها لا يستغني عما بعدها. كذلك إذا سبقت بهمزة يطلب بها وبأم التعيين، أقول أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عندك أم عمرو؟ فاهم يا شيخنا؟ التعيين يعني لابد أن السامع يعين من عنده بالضبط، خلاص؟ طيب، إنما أم المنقطعة ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراء؟ بل يقولون افتراء، يبقى دي اسمها أم يا شيخنا منقطع، تفيد الإضراب، يعني تضرب عن الكلام السابق. فهمت يا شيخنا؟ طيب، عرفنا التي للإضراب؟ يعني غير أم المتصلة، ما قبلها لا يستغني عما بعدها. أظن كده واضح؟ طيب، يعني لا يجوز أن تقول أزيد عندك أم؟ ما صح الكلام ما يتمش، لازم واضح كده؟ طيب، إيه الدليل على إن الهمزة تدل على تمام التصدير؟ قال أنها، أي الهمزة، لا تذكر بعد أم التي الإضراب، صح يا شيخنا؟ كما يذكر غيرها، لأن الهمزة اللي بعد الأم اللي هي منقطعة دي، يبقى بدأت كلام جديد ملوش علاقة بما قبله. لا تقول أقام زيد أم أقعد، لا، أصل أقام زيد أم أقعد، لما نقول أم أقعد يعني إيه؟ بل قعد، بل قعد، صح يا شيخنا؟ وتقول أم هل قعد. أم تختلف عن هل، يعني لما أقول يا شيخنا أقام زيد أم هل، بل هل أم هل قعد، أم بمعنى بل لتفيد الإضراب، يعني أضربنا عن الكلام السابق. يعني لما أقول مثلا أقام زيد وبعدين تذكرت
فقلت أم هل قعدة؟ يبقى أم هنا بمعنى بل التي تفيد الإضراب عن الكلام السابق. فيجوز في كلام العرب إن هل تقع بعد أم اللي هي معناها الإضراب. فهمت ولا لا؟ صح؟ يبقى هل وقعت في 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 تمام التصدير؟ لا، ما سبقت بأم؟ صح ولا لا؟ يبقى لما قلنا أم هل، يبقى بدأنا الكلام بأم وثنينا الكلام بهل، يبقى هل لم تقع مصدرة. بعكس الهمزة لا يجوز، لا يجوز أقام زيد. أم ها أم أزيد لا لا يجوز، ها لا يجوز. أم أقعد لا يجوز، لأن لو جاء ذلك يبقى أم هنا بدأنا بها الكلام وأضربنا على الكلام الذي قبلها، وأصبحت أم ليس لها كامل التصدير لأنه وقعت قبلها أم اللي هي بمعنى بل. صح يا ولادي؟ أظن كده واضح، مفهوم يا شيخنا؟ واضح. أم هل تستوي الظلمات؟ ها؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هذه أم اللي هي للإضراب. الثاني أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت على العاطف تنبيها على أصالتها. قال تعالى أولم ينظروا. صح يا شيخنا؟ المفروض يا شيخنا وأينظروا، يعني أجيب الواو العاطفة لأن الواو العاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها. هي يا شيخنا الهمزة لم يكن بعدها الواو العاطفة أو الفاء العاطفة أو ثم العاطفة، هي تتقدم على هؤلاء. أولم ينظروا، أفلم يسيروا، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وأخوات وتتأخر. أنت فهمت ولا لا؟ أخواتها إيه؟ تتأخر. صح؟ تتأخر عن حروف العطف كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة. اسمع كده، وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. وكيف؟ طب ما كيف اسم استفهام؟ صح ولا لا؟ إنما جت بعد الواو وكيف تكفرون. صح يا شيخنا؟ طيب فأين تذهبون؟ فأنى تؤفكون؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فأي الفريقين؟ فما لكم في المنافقين فئتين؟ إذا كل أدوات الاستفهام تقع بعد الفاء أو الواو أو ثم، ما عدا إيه؟ الهمزة تسبق. صح ولا؟ أداة دلالة على أصالتها. صح ولا لا؟ طيب هذا مذهب سيبويه والجمهور. سيبويه يا شيخنا ومن وافقه يقول الهمزة مقدمة على العاطف لفظا، يعني هي حقات تأخير كأخواتها. مش احنا الآية يا شيخنا، ركز معايا، الآية بتقول وكيف تكفرون، يبقى كيف وقعت بعد ايه؟ حرف العطف. صح؟ الهمزة تقدمت. صح ولا لا؟ ولم تقع بعد حرف العطف، قلنا تنبيها على أصالتها. يبقى الجمهور ومعهم سيبويه قال أن الهمزة مقدمة على حرف العطف لفظا. ليه لفظا؟ هي المفروض مؤخرة بس قدمت في اللفظ تنبيها على أصالتها. واضح يا شيخ؟ فهمنا؟ طيب ليه قدمت؟ لغرض التنبيه على تمام التصدير مؤخرة عنه حكما، يعني حكمها التأخير لكن لفظها مقدم. أنا قلت أن الهمزة دي يا أولادي تختلف عن بقية أدوات الاستفهام الوحيدة التي تسبق حروف العطف، وإحنا جبنا أمثلة ما عداها يأتي بعد حرف العطف. طيب ليه يأتي بعد حرف؟ لأن العطف ده الواو دي حرف عطف، خلاص؟ وبعدين اسم الاستفهام داخل في المعطوف اللي هو معطوف على ما قبله، يعني القرآن لما يقول فكيف تكفرون اعتبر فادي حرف عطف، كيف اللي هي اسم استفهام ما بعدها معطوف على ما قبلها. انتوا فهمتوا؟ تفهموا يعني الاستفهام جزء من المعطوف. جزء منين؟ اظن كده واضح. اللي شوف فكيف الفاء حرف عطف، كيف اسم استفهام. صح يا شيخنا؟ كيف تكفرون الجمله دي يبقى الاستفهام. صح ولا لا؟ انه كيف لما اقول اعرف كيف، ها يلا كيف اسم استفهام مبتدا، تكفرون خبر. صح يا شيخ؟ يبقى ادي مبتدا وخبر.
المبتدا والخبر معطوب بالفاء على جمله قبله، فهمتوها؟ لا. اذا لا يصح انه الاستفهام يتقدم على حرف العطف. ليه؟ لان ساعتها تعطف جزء من المعطوف، جزء، مش كله الجمله، جزء اللي هو الخبر، صح ولا لا؟ الا الهمزه، الهمزه تتقدم. طب ليه تقدمت لفظا وهي مؤخره حكما؟ عشان تنبيها على اصالتها، بيقول لك انتبه دي مش اي حاجه، دي الهمزه اللي هي ام ادوات الاستفهام. خلاص يا شيخنا؟ طيب اهو. ويقول يا شيخنا ايوه انها والثاني انها اذا كانت في جمله معطوفه بالواو او بالفاء او ثم قدمت على العاطف. خلاص يا شيخنا؟ ليه قدمت؟ السبب اهو، تنبيها على اصالتها في التصدير، يعني في الصداره. كده وضحت الحمد لله. نحو اولم ينظروا، افلم يسيروا، ثم اذا ما وقع امنتم، واخواتها تتاخر عن حروف العطف، كما هو قياس جميع اجزاء الجمله المعطوفه. ما دي جمله معطوفه، يعني مثلا كيف تكفرون مبتدا وخبر، جمله معطوفه على جمله قبلها، صح ولا لا؟ اذا لازم حرف العطف يتقدم عشان ما بعده معطوف على ما قبله، الا الهمزه تسبق حروف العطف. خلاص. طيب هذا مذهب سيبويه والجمهور. اذا مذهب سيبويه يقول ان الهمزه مقدمه على حرف العطف لفظا لغرض التنبيه على تمام الصداره، خلاص، لك مؤخرا عنه حكما. انت دولت لما اقول مثلا كفى بالله شهيدا، مش لفظ الجلاله ده بالله اسم مجرور؟ ده مجرور لفظا لكن مرفوع محلا، فعايز اقول انت فهمتوها؟ اذا الهمزه دي هي مقدمه في اللفظ لكن مؤخره في الحكم، لان الاستفهام جزء من الجمله المعطوفه على ما قبلها. خلاص يا اولادي؟ طيب. وخالفهم جماعه اولهم الزمخشري، فزعموا ان الهمزه في تلك المواضع في محلها الاصلي، يعني ما فيش تقديم ولا حاجه، ده محلها الاصلي. فهمت ولا لا؟ ده كلام مين؟ الزمخشري. وان العطف على جمله مقدره بينها وبين العاطف. ده كلام ايه؟ الزمخشري. شوف تعالى شوف، افلم يسيروا تقديرها عند الزمخشري، امكثوا فلم يسيروا، صح؟ اذا لما اقول فلم يسيروا، الفاء حرف عطف، لم يسيروا معطوف على ايه؟ مكثوا. ويبقى الهمزه مكانها الصداره، واخد بالك؟ ما كانش مؤخره وقدمت. ده قصد مين؟ الزمخشري. يعني الهمزه في مكانها الطبيعي، لم تكن مؤخره ثم قدمت كما قلتم للتنبيه على صدارتها. خلاص يا مولانا؟ وبعدين قال افنضرب عنكم الذكر، انهملكم فنضرب عنكم الذكر. اذا الفاء دي فنضرب، الفاء حرف عطف، عاطفت ما بعدها على ما قبله، والهمزه في مكانها. خلاص، لم تكن مؤخره ثم قدمت. هل وعيتم ما اقول؟ نعم. طيب الشيخ لم يرتض هذا الكلام الذي قاله الزمخشري، قال ويضعف قولهم، قول الزمخشري ومن معه، ما فيه من التكلف. في تكلف، انت كل شويه بتعملت تفكر تجيب المحذوف ايه؟ وخلاص. ايوه، يبقى في وأنه غير مضطرد في جميع المواضع، يعني في مواضع لا يصح انك تجيب تقدير اصلا، هتدور مش هتلاقي، مش هتجد فيه، صح يا اولاد ولا لا؟ يبقى خد بالك اهو، الشيخ ضعف كلام الزمخشري ومن فقه بكم دليل؟ اقل اول شيء في 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 تكلف وغير مضطرد، سمعنا ولا لا؟ غير ايه يا اولادي؟ يعني هذا لا، في ليس في كل المواضع يمكن ان تقدر هذا. أما الأول اللي هو فيه تكلف، قال فلدعوى حذف الجملة. الزمخشري لما قال أفلم يسيروا تقديرها إيه؟ أمكثوا ثم حذفت الجملة، خلاص. فدعوى الحذف لأنك بتحذف الأصل عدم الحذف، الأصل إيه؟ يبقى فيه تكلف. طب ليه العرب حذفت أصلا؟ يبقى أنت تتكلف حاجة مش موجودة. فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف، ايه حكاية قوبل دي؟ قوبل بمعنى عورض. بقول الله، انتم مش بتقولوا الكلام ده فيه تكلف؟
ايوه في تكلف. ليه في تكلف؟ حذفتم الجملة اللي هو المعطوف عليها، والأصل عدم الحذف، صح؟ قال طيب خلاص، ما فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف، هو أنت دلوقتي الهمزة دي مش داخلة من جملة المعطوف، صح ولا؟ طيب، فلما قال كذلك ما قلتموه في تقديم الهمزة التي هي جزء من المعطوف وهو خلاف الأصل، يبقى تعادلنا خلاص. يعني ايه تعادلنا؟ زي ما انت عندك عدم، انت برضو عندك تكلف، انا عندي تكلف، صح ولا؟ هو يا سيدنا الامام لما جبنا الآية الكريمة قلنا مثلا وكيف تكفرون بالله، صح؟ كيف دي مش هي وتكفرون معطوفة؟ طب لما نحط الهمزة ونقدمها، والهمزة دي المفروض جزء من الجملة المعطوفة، يبقى قدمت الجزء وأخرت بعضها، طب يبقى تعادلنا، ما برضو عندك تكلف أنت كمان، لأن الاستفهام ده جزء مما بعده معطوف على ما قبله، بس قدم لغرض التنبيه على الأصالة، صح؟ قال ما هو عارف المثل اللي يقول لك ما الهم طيلني وطلق، لا تعيدني ولا عيرك، صح ولا؟ أدي معنى فإن قوبل، فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف، لأن الهمزة دي حرف استفهام، هي جزء من المعطوف على المعطوف عليه، صح يا شيخنا؟ فكونك تقدم بعض المعطوف، لأن الهمزة بعض من المعطوف عليه، فقد يقال إنه أسهل منه. يقال إيه؟ لأنك إنك هتحذف جملة لكن إنها تقدم حرف، فهمت ولا لا؟ وما حذفناش كمان أنت، صح يا شيخنا؟ هتحذف جملة كاملة اللي هو أمكثوا، صح ولا لا؟ إنما كل اللي عملته هنا يا شيخنا قدمت حرف، فده أيسر أسهل، خلاص؟ عرفنا مولانا؟ يعني يقول تقديم الهمزة أسهل من حذف الجملة، تقديم الهمزة بس مجرد تقديمها أسهل من حذف الجملة، يبقى ده أسهل، لأن المتجوز فيه على قولهم أقل لفظا، أقل إيه؟ اللي هو الهمزة أقل لفظا، لكن تاني جملة، مع أن في هذا التجوز تنبيها على أصل الشيء في شيء، ده احنا قدمنا لغرض إن عشان بنبين لك إن الهمزة هي أصل على بقية أخواتها، يعني قدمنا لسبب، صح يا شيخنا؟ إنما أنت هناك حذفت لغير سبب. طيب يا رب تكونوا فاهمين. يبقى تقديم الهمزة عشان نبين إنها أصيلة بس في الاستفهام. الثاني إيه الثاني؟ اللي هو غير مضطرد، يعني مش كل جملة تستطيع أن تقدر هذا المحذوف، فإنه غير ممكن في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هنا لا تستطيع يا زمخشري وأنت إمام كبير أن تقدر حرفا محذوفا جملة محذوفة، وقد جزم الزمخشري في مواضع بما يقول الجماعة، يعني في آيات وقف منها إيه؟ وقف قال لا ما فيش هنا معطوف عليه، منها قوله أفأمن أهل القرى، قال إنه عطف على فأخذناهم بغتة، يعني مش معطوف على جملة محذوفة، لا ده معطوف على جملة موجودة، يبقى أفأمن أهل القرى، إنه هو نفسه قال إنه عطف على فأخذناهم بغتة، ده الزمخشري، معناها مش معطوف على جملة محذوفة، صح يا شيخنا؟ وقوله أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، عفوا أو آباؤنا الأولون، أصل في فرق بين أو وأو، أو تبقى حرف عطف، إنما أو تبقى الاستفهامية، أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، في من قرأ بفتح الواو، إن هو نفسه بيقول إن آباؤنا عطف على الضمير في لمبعوثون، يبقى معطوف على جملة موجودة مش محذوفة، لأنه لم يمكنه أن يقدر هذا المحذوف، فرجع إلى قول إيه الجماعة، فهمت ولا لا؟ طيب وجوز الوجهين في موضع، فقال في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، قال دخلت همزة الإنكار اللي بيسموه استفهام إنكاري، دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة، ثم توسط الهمزة بينهما، ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره
اتولون فغير دين الله يبغون. فهمت ولا لا؟ يعني مره عطف الجمله دي على جمله قبلها، ومره عطف على جمله محذوفه. يعني قال هذه الايه تحتمل ايه الوجهين، تحتمل انها تكون معطوفه على جمله محذوفه او معطوفه على جمله سابقه. لكن الايات التي سبقت لم يستطع ان يقدر معطوف عليه محذوف. اذا هذا يضعف قوله ان الهمزه هنا في محلها ولم تكن مؤخرة ثم قدمت كما قلتم لإيه؟ ويقال إنه هو يعني في آخر حياته رجع إلى قول الجماعة، لأنه يعني حس نفسه غلطان يعني، ورجوع للحق فضيلة يعني. خلاص، هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.